اخوتي خواتاتي السلام عليكم وعواشر مباركه ورمضان مبارك سعيد. الحلقه ديال اليوم غتكون من برنامج قبل الفطور مع الشرقي الساروتي اللي كتبت قناه الشعب قناه شوف تي في مع الفنانه ديالنا المراكشيه سلاويه كازاويه انا بعدا حرس منين هي الله اعلم. اليوم عاد غنعرفوا شكون هي الفنانه ديالنا امال تمار. ايه كلها امال ام تمره الله يعطيها الصحه. ايوا خليكم معنا في الحلقه ديالنا قبل الفطور مع الشرقي واليوم غطيح في الشبكه امال تمار. انتظرونا. سيادة السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في حلقتنا الجديدة من برنامج قبل الفطور مع الشرقي الساروتي اللي كتبدلو قناة شوف تي في. اليوم الضيفة ديالنا الفنانة الأنيقة الإنسانة الطيبة الإعلامية والممثلة لالا أمال تمار. مرحبا بك وبغينا شي كلمة ديال العواشر وديال هذا رمضان المبارك. شكرا أخي الشرقي، عواشركم مبروكة، رمضان كريم، تصوموا وتعودوا إن شاء الله. لالا أمال أنت كلك أمال ومرحبا بينا في البيت ديالك وجينا تجمع عليك. قبلوا علينا قبلوا علينا الله يسلمك. لالا أمال نعم. يعني أنت كنتي في مدينة سلا. حبس حبس أخويا تصور بلاتي، شكون هذا اللي دخل في الكادرة زكريا؟ أنت بغيت تعرفوا شكون؟ ما عرفنا واش معنا ولا مع أمال التمار. إيوا تبعونا. وفيلم طويل اللي كتبت السيناريو ديالو رقصة الوحش من إخراج مجيد الحسن و أستاذ حسن بالجنلون و ولدي بس مع الناس ديالك ما عرفش معاهم. في الليلة معكم لحظة ما معناش هاد الناس غلطتوا تعايلي الله أعلم. لا لا غلطتوا في الدار ولا وقيلا ماشي غلطنا غير غلطنا غير باش نفهموا حنا المدام ديالي كتخدم هنا قريبة. أييه وحنا وصلنا عيسى حنا شافت كنقلب على دار قريبه من الشوراج فين خدام المدام. شافت سوغ انترنت هذه الدار اللي لقيناها هذه حاطه للبيع. ياك ايوا انا والله الا تصحابيه مع الفريق. لا حنا غير ملي كانوا هما طالعين تلقى حبسي طلعنا تعيشنا معاهم. كاين مشكل هذه الحوايج حنا المغاربه بيناتنا راه ما مرحبا بكم. انا والله القسم بغينا نشوفوا الدار وهذا و دابا حنا فطورنا جا استاذ عندنا واحد ديميليتار انت انا مبرزر غير هي قالت لك لا والو اليوم نمشيو نشوفوه و تسناو شويه نكملوا ما كاين حتى شي مشكل. انا قلنا غير الثمن باش انا كان ما نبرز واخويا دابا جيتني على قفله يعني باقي ما 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 عندي حتى شي فكره. هنا معروف هذا الحي هذا اللي كنت نشوفهم ضلبيض ياك وهذا الحي راه كانوا فيه شحال هذه الفيلات ودابا طلعوا هذا الوسطان ديال استاذ ديال الدار البيع تقولي هذه هنا وحنا نجيبوك الشاري ياك والله انا حسيت عارف الناس ما غادي يشريو النيز هنايا في هذا السباس هذا مزيان. هي نورمالمون فاش كدار هنايا في هذا الاحياء يعني السيكوريتي هما اللي كيعطيو الاخبار بحال باش شي واحد بغا يبيع. حنا ما لقيناهاش ما عطاش لينا زعما شي حاجه. صونا كونتير كونفيرم علينا قالنا راه كطريا ايوا العجب حنا باقي ما دايرين لا ما زعما لقينا سيغ انترنت الدار باش كنا شي واحد لاحق عندك نسيت صور ما لقينا تصاور صور ديال الدار العجب. دابا نسول بنتي انا ما فراسيش زعما والله ما فراسيش شفتك جا مع هذا الرحيل وشي قلت واقيلا بعثتي وكان اخر محطه ديالنا هي هذه واقيلا معك. ايوا شوف ما عرفت الخير فين ما كان ما انا دابا عاد باغي نستقر في الدار البيضاء حتى انا راه بحالكم كنقلب. دابا واش تعطينا زعما اذا كان ممكن حنا غير الثمن ربما نضربوا دوره في الدار عاوتاني ما كاينش عاد شي حاجه. لا والله عادي عادي ماشي كيفاش غديروا انتم غادي تخليوا لي التليفون ديالكم غادي نسول ونعيط لك اختي. دابا حنا جينا جينا زعما نشوفوا الدار نشوفوا الدار دابا تقولي لنا الثمن ونمشي. دابا انا رحبت بكم ربي يخليك ما كاين حتى شي مشكل وقسما بالله ملي حليت الباب لا تصحاب ليا مع الاخوان ما كانش عندي انا اصلا ملي شفناهم جاو تصحابوا معاك ملي بداو يشوشوا قلت ما لا انا السيد ملي شفته هذا معانا ليكيب السيد ياس الزكريا انا قلت فون بارتي زعما دو ليكيب ما عرفتش فاش كاي لا لا ماشي دابا عطينا من وقتك وشوفي معانا لابارتمون شوفوا ونمشيو استاذ كتبقى هنا انت رحيت حنا ولا عرفتي حيت حنا باقيين داوين وانت هضرتي لكن اختي ما درتش معكم شي موعد ولا شي حاجه فهمتيني انتم دقيتوا وانا حيت ملي حطها اختي غانترنت ما دايراش زعما الوقت فين امتى نجيو عندك ولا هادي فهمتي اختي انا ما دايره والو في الانترنت رانا هذا هو دابا عطينا من وقتك غير شويه وشوفي معنا لابارتمون فوق الراس ولا دابا باش عرفناكم انتم باغيين تشريو ولا كنتوا جايين تنصبوا على عباد الله ولا لا لكن استاذ اسمح لي راه
الاستاذه عارفه بلي لابارتمون ديالها للبيع، ما قالتش لينا باش عرفنا. دابا حنا دابا غندخلو حتى غنوليو في لابارتمون هذا. سي استاذ تعبينا واش ما عرفتش كتقولي لي انا هادشي كاين من لا انا ما عندي ما نقول انا هادشي زعما جديد. ما عرفتش انا اش قلت لك فهميني تان. ثم جا الاخ قال لي معنا الاخ انا حليت هاد الباب دخل هاد الاخ بالماتيريال صافي فهمت. نتوما تبعتوه مباشره قلت راه مع ليكيب بينا هذه القناه ديال اليوتيوب واش بدا فيها شويه ديال المردود فيها شويه ديال الدخل ولا لا حيت انا اللي كان كيهمني في الاول هو انه ندير واحد القناه لان كنت في راسي بشحال هذه نحكي واحد القصص اللي انا الزمه راه صاحبي راه كنخدموا صاحبي حشومه حشومه تقول لنا بحال والله هي هذه شنو حشومه حشومه زعما انتم فنانه فنان والفنان ملائكه فنان ماشي ديال هذه الهضره هذه ماشي والفنان ما يخدمش لا هو دابا غير انت اللي كتهضر يا راه ما هضرات الوقت راه الوقت حنا راه غادي الوقت انا واش دابا ثلاثه قولي شنو بغيتي تقولي معاه عندو الصح الحقيقه حنا في جلسه عمل دابا ياك الا بغيتو وتفضلتو يعني يمكننا نتصلوا معك التليفون ديالي ولا خلي لي التليفون حتى ما عندناش الوقت باش نسجلوا باش نسجلوا باش نسجلوا باش نسجلوا ما عنديش الوقت راه السيد عرفتي منين جا اون بليس اليوم كان عندي ان تورناج ما ساهلش استاذ راه طلبناها على هاد ديمينيت ولا كازمير اسمح لينا حنا ما عرفناكمش كاينين اساسا ما عرفتكمش انا نجي اش غدير اجي نضربوا انا وياك دوره في الدار ولا نضربوا الدوره في الدار بلاتي ايوا هي هادي باش بما انتم ما ساهلش نضربوا حنا دوره في الدار دابا حنا بنا لك الصفار الضحكه والحشومة كاع نهضروا في هذا المستوى هذا الحشومة شوف اختي الله يجازيك بخير باقي ما وصلنا لهذا الموضوع انا يلا دابا تنستقر في الدار البيضاء سمعتيني واش غتبيعي هذا البوش معاهم انا دابا عتيت شي عطيني هذا البوين جات عجبوني في البركه والله ديال الضحك ضحكوا نشوفوا الله الله يلا يلا تشرفي التفليه واش هادشي فيه ولا حشومه عليكم انا رحبت بكم وقلت لكم مرحبا بكم الله يكبر بك رحبتي بينا شكرا غير جيت انا في واحد الوقت ودابا وقع لينا غير واحد السوء تفاهم ما كاين باس يا باي باي الله يعاونكم اختي ما فهمتش انا حاطين لعب ديال الدراري الصغار تسحب ليا معاك وقسما بالله الا تسحب ليا معاك انا ملي دخلت بانوا ليا جالسين ما بغيتش ندوي والله العظيم بالله بقيت كنشوف ما لا هو دوي قول لي ما عرفهمش قلت انا اصلا لا فاميليا لا الشيطان واش انا حنا جايين هنا كنديروا انا وياك كنهضروا كنتكلموا وانا غادي نجيب الناس نقلصهم انا شفتك قلت وقيله ملي شفتي الكاميرا تحرجتي قلتي لك ما باغي تبيعي شي حاجه راه رزقك هذاك لا غنبيع ما غنشري واش انا غادي نبيع انا راك تيمكوبي باش ما ملي دخلوا هما في هذا الشيء لا 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 واش غادي نبيع انا ما غادي نبيع ما غادي نشري واش قال لي يمكن غلطوا يمكن السكيورتي ولا شي حاجه قال لهم وانا في الغلط مشيت معاه هو صحاب ليا معاكم لا ولا كنتي غتبيعي خلي التلفازه والله لا كان سميتو لا كاين شي لا لا الا كنتي غتبيعي بحال التلفازه انا بشحال ما كانت انا نخلصها زعما بدلك انت غير التلفازه ساهل والله ناقصه الوالده والله العظيم ندير معاك شي دعيمات صافي اخويا انت عزيزي الا كنتي غتسميتو هذا ماشي مشكل ما ديالياش حتى حاجه ما ديالي انا باش كتحيدي عليك العين باش تجي عندي لداري ان شاء الله مرحبا بك في مراكش ملي غنمشي لمراكش نقول لدار اختي لا والو هو راه عارفيني الناس لا انا جيت دابا طالبه التسليم سيدي بليوط غادي نسكن في الدار البيضاء ان شاء الله ما طلبتيش التسليم وطحتي في الشبكه ديال الكاميرا الخفيه ديال شوفتي تبارك الله على الامل سمار الفنانه ديالنا حل عليهم حل عليهم هاد العصابه راه معانا معاكم وحنا درنا واحد التبيه صغيور باش نطيحوك في الشبكه في الكاميرا الخفيه ديال قناه شوف تي في الحمد لله ما خسرت لا هضره ما قلت شي حاجه اليوم هذا البرنامج راه ما سميتوش قبل الفطور مع الشرقي ديال شوف تي في سميتو طحتي في الشبكه واليوم في هذه الاجواء الرمضانيه طحتي في الشبكه لا ها طيحني في الشبكه هذا العفريت هذا هذا انا زعما داخل معقول مسكين راه معقول هو داخل هما تابعينه معانا هو قال لي قلت هذه راه ليكيب حنا هادشي كان موالفين ملي كيدخل الطاقم كامل كيشتي حنا ليكيب عندهم ما فيهاش واحد هادو هادو خطارين لا تبارك الله عليهم والله لا تبارك الله عليهم تبارك الله عليكم كانت معنا الفنانه ديالنا الانيقه الفنانه الانسانه الطيبه لاله امل التمار بغينا شي كلمه للجمهور اللي كيشوفك على قناه شوف تي في وعلى برنامج قبل الفطور اللي هو تحتي في الشبكه اليوم معنا واش غنقول لك الله يخرجها ديما على خير
شكرا للجمهور العريض. انا الجمهور دائما كنقول هو التاج اللي كنوضع فوق راسي، لانه هو اللي كيكبر بينا، رغم كاع اللي يمكن لا تقلقنا في الميدان كنصبروا على وجه الجمهور لانه كيساندنا. وكتعجبني دائما واحد الكلمه اللي كيقولوا لنا الفنان ديالنا، الفنانه ديالنا، وشتي والله القسم في المهرجان ديال مراكش ولا عرفتي النجوم اللي كيجيو، ومني كيدوز الفنان المغربي فوق البساط الاحمر ما نعاودلكش واحد الحراره استقبال الفنان ديالنا، الفنانه ديالنا. شكرا 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 للجمهور، عواشركم مبروكه، رمضان كريم وكل عام وانتم بالف خير. ما كاينش بك لا والو، تلقى على الله وصافي. بارك الله عليك. شكرا. ومراكش وهي سبعه رجال، مراكش سبعه رجال. كانت معنا الفنانه ديالنا امال التمار اليوم وجينا هاجمين عليها المنزل. غنقول لك عواشر مباركه، رمضان مبارك سعيد. ما حطينا لكم لا اتاي لا غريبه لا داك الدرا ولا ان شاء الله من اللي يقول الله اكبر. نلتقي غدا ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج قبل الفطور مع الشرقي، وغنشوفوا شكون اللي غيطيح في الشبكه. تبارك الله عليكم. شكرا. شكرا. شكرا.